للعدالة الاجتماعية، وشرفنا كمنتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ننسق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باش نحاول نتحدث في موضوع حساس جدا. هذا الموضوع يهم الصناديق الاجتماعية في تونس، وننسق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الأخ عبد الكريم جراد المسؤول عن التغطية الاجتماعية، مش على خاطر الاتحاد يلعب دور وعنده دور اجتماعي فقط، بل كذلك لأنه الاتحاد منفك منذ سنوات أنه ينبه إلى الخطورة اللي تمس هذه الصناديق وإمكانية الاستمرار في نفس السياسة وما سيؤديه ذلك على مستوى التغطية الاجتماعية بصفة عامة. اليوم يتفق المجتمع المدني والسلطة في شيء، في عدة أشياء. من هذه الأشياء أنه هذه الصناديق تشكو عجز كبير. نتحدث على عجز ناس ربما المختصين بعدين مش يحدثونا، ما ناس تحدث على عجز وصل ربما في سنة 2013 حوالي أكثر من 200 مليون دينار في كل الصناديق، وربما صندوق التقاعد هو اللي يشكو أكثر عجز، طبيعي جدا لعدة أسباب. والعجز هذا زاد الناس كل تتفق أنه ماشي ويزيد يتعمق أكثر عبر السنوات. السلطة ترجع إلى، أنا قريت عديد من تدخلات السلطة، ترجع أساسا إلى معدل العمر اللي زاد، ترجع إلى عدة أسباب أخرى من نوع أنه سمعت وزير من مدة طويلة يحكي على أساس أنه إحنا في تونس لنا يعني أكثر أجر للمتقاعدين، أكثر حتى من فرنسا، ما أن المتقاعد يوصل أجره إلى ممكن 90% من أجره اللي كان يشتغل به، أنه المعدل العمري لما زاد وأنه ثم شيخوخة متاع البوبيلاسيون زاد كذلك. نستحكي زاد أنه كان في سنوات الثمانينات كان ثم يعني حوالي متقاعد على 10 نشطاء، واصبحنا ربما 2.5 شغالين على كل يعني متقاعد. هذا يدتو بعض الأساتذة ما أدري هل ترى صحيح ولا لا، لأنه هذا كلام السلطة مش دقيق. هاي طبعا احنا نطرحوا في الإشكاليات. من ناحية أخرى المجتمع المدني له تصورات، يعتبر أنه تفاقم الأزمة هذه عنده إشكال مرجعه إشكاليات عديدة، وأنه ربما الحل الأمثل مش زيادة في سن الشغل ولا سن التقاعد من 60 إلى 62 كما طرح حتى منذ سنوات في تونس، واللي نعرفه أن الاتحاد كان ضد الفكرة دي، على الأقل هذا ما نعرفه في الماضي، وأن الحلول ما تكملش زاد كذلك في الزيادة في المساهمة، بل هناك حلول أخرى. على كل، نحن كمنتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نرى أنه هناك يعني سياسة اقتصادية واجتماعية متبعة هي المسؤولة عن الوضع هذا، وندرك أن السياسة هذه ومنذ برنامج الإصلاح الهيكلي كانت مبنية على أساس
الحد من الانتدابات، وأن السياسة هذه كذلك مبنية على خوصصة العديد من القطاعات، وأن هذه الخوصصة ساهمت زاد كذلك في خلق أنواع متاع تشغيل جديدة، تشغيل هش ساهم زاد كذلك في الحد من المساهمة في الصناديق هذه. ونعتبر زاد كذلك أنه في فترات عديدة الصناديق هذه عرفت تجاوزات مالية عديدة، وتجاوزات مالية بشقين. الشق الأول أنها هذه ساهمت في تمويل أشياء لا ما كان يجب على الصناديق أن تساهم فيها، واثنين أنه ما قعدش متابعة دقيقة لكل من يتحمل مسؤولية في هذه الصناديق. وأنه اليوم إذا كان عندنا حوالي 1,000,000 بطال، أولا ساعة ثم حرمان من حق هؤلاء في الشغل، وهو حق من حقوق الإنسان وموجود حتى في الدستور الجديد، وفي نفس الوقت هو حد من المساهمة في تمويل هذه الصناديق. اليوم الأكيد لسنا لنا تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا تصور ولا إمكانيته ولا قدرته في طرح هؤلاء الأشياء، لكن احنا نحب زاد كذلك نساهموا مع الاتحاد كمجتمع مدني في معرفة الأسباب الحقيقية. فكعلاش خبراء الاتحاد الموجودين معاه اليوم مش قدموا لنا هذا التصور لمختلف الإشكالات الموجودة، وزاد كذلك نساهم إذا عرفنا أسباب المشاكل العديدة المطروحة لهذه الصناديق أنه نطرح تصورات مستقبلية، أنه ما يطرحهاش الاتحاد العام التونسي للشغل فقط، بل تكون مقترحات المجتمع المدني بصفة عامة كيفاش اليوم نضبط تصور للخروج من هذه الأزمة. يعني أزمة خطيرة ما تهددش الدولة، تهدد المواطنين. اليوم صندوق التأمين عن مرض يهدد المواطنين، اليوم صندوق تقاعد والحيطة الاجتماعية نفس الشيء، صندوق الضمان الاجتماعي، كلها هذه تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وإذا كان اليوم نتحدثوا الناس تحدث على إفلاس بما فيه السلطة، فلا بد من إيجاد حلول طويلة المدى، لأنه في كل الأزمات اللي توجدت إلى حد الآن الحلول هي حلول ترقيعية، كما تحدثوا على زيادة في سن التقاعد ولا زيادة في المساهمة، هذه كلها حلول ترقيعية مش جديد، مش تساهم في، ربما تساهم ظرفيا في حل الأزمة، لكن الأزمة على طول مداها مطروح حلول، كما المشاكل الاقتصادية كما المشاكل السياسية عندها حلول اليوم ولا بد من حلول جذرية، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لها حلول، والتغطية الاجتماعية لها حلول طويلة المدى. هناك تجارب عديدة ممكن نستأنس بها، تجارب يعني لأن نحن مش نعيش في عالم في جزيرة ضيقة، نعيش في عالم بلدان عندها تجارب أخرى ممكن نستأنس بهذه التجارب ونعيش زاد كذلك ضمن مجتمع مدني. المجتمع المدني زاد كذلك كما حكيت بكري الاتحاد عنده تصور، وهذا التصور ربما بعد فهم الأزمة ربما الاتحاد يقدم تصوره، والتصور هذايا مرة أخرى راهو مش التصور نقابي حسب مريت وحسب مقريت، بل هو تصور يهم البلاد كاملة ويراعي مختلف الأطراف الاجتماعية ويراعي زاد كذلك مصلحة البلاد كما عودنا الاتحاد. من غير ما نطول الكلمة الأخ عبد الكريم جراد المسؤول عن التغطية الاجتماعية في الاتحاد هو الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، فليتفضل. وبعدين مش نعطي الكلمة للأخ وصديق مهدي إبراهيم اللي هو على المفوضية السابقة.